قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بوضع حجر الأساس لمشروع بناء قاعة مقبرة الزلاق، وأوضح سموه أن هذا المشروع الخدمي الخيرية ضمن حزمة من المبادرات والمشاريع التنموية والخدمية التي تبنتها المحافظة الجنوبية بمباركة من صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والتي ستواصل العمل لمتابعة تنفيذ بقية المشاريع الأخرى وفق خطة تنموية شاملة لتطوير الخدمات والمرافق في المحافظة بما يلبي احتياجات وتطلعات المواطنين، حيث سيشتمل المشروع إضافة إلى القاعة تطوير وتجديد المسجد القريب منها بالمرافق والمواقف المصاحبة له. وقد قام سموه بجولة تفقدية لقرية الزلاق التقى خلالها بعدد من المواطنين، حيث استمع سموه إلى ملاحظات واحتياجات المواطنين مؤكدا الحرص في تلمس احتياجات المواطنين عن قرب في قرية الزلاق وباقي مناطق المحافظة بصورة عامة. وبين سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن المحافظة ماضية في المبادرات والبرامج الاستثنائية المعززة للمردود الإيجابي العائد بالخير والمنفعة على المواطنين. من جانبه أشار سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية إلى عظم أجر العمل المترتب من هذا المشروع والاستفادة الكبيرة التي سيحققها لمنفعة الناس، كما أشاد مواطنو قرية الزلاق بالزيارة التفقدية التي قام بها سمو محافظ المحافظة الجنوبية عبر الالتقاء والسؤال عنهم بشكل مباشر، الأمر الذي ساهم في تعزيز التأكيد على أن المحافظة الجنوبية جهة تمثل المواطنين والأهالي وتنقل آراءهم وتطلعاتهم وتتابع تنفيذ احتياجاتهم مع الجهات المعنية. شرفنا أن نستقبل سمو الشيخ خليفة بن علي محافظ المحافظة الجنوبية لنضع حجر أساس توسيعة صالة مقبرة الزلاق التابعة لمسجد مقبرة الزلاق، وهذا لا شك أنه من الشراكة المجتمعية. نتعاون نحن في إدارة الأوقاف السنية مع المحافظة الجنوبية بدعم وتوجيه من سمو الشيخ خليفة بن علي جزاه الله خير لوضع حجر الأساس، ولا شك هناك فعاليات كثيرة وجهود مبذولة من سمو الشيخ علي في أهالي المحافظة الجنوبية، صلى الله تبارك وتعالى أن يكتب لها الأجر والثواب. أصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة أهل الزلاق نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سيدي سمو رئيس الوزراء الموقر على توجيهاته الكريمة بإطلاق عدة مشاريع للمحافظة الجنوبية وللزلاق خاصة. وأنا أعتقد أن سمو الشيخ خليفة بن علي كفى ووفى وقد قدم الكثير من مشاريع لتخدم الجنوبية، وهذا اليوم تدشين تطوير مقبرة الزلاق أحد هذه المشاريع التي تقدمنا له، ويعني وكان دافعه واهتمامه بهذا المشروع هو اللي أظهر له وجه النور. مهما يعني قدمنا الشكر احنا عاجزين عنه.